برش عباد تتسائل وتقول علاش باش نمشي نقيد، وش دخلي انا، ولا شنية اللعبة هذية اللي بقاعتها باش تتلعب وانا مانيش فاهم منها حد شيء. اللعبة مش صعبة، لعبة السياسة كيف ما لعبة الكرة، وكل لعبة عندها قواعد، ماهوش صعيب باش تفهم القواعد بتاعها وباش تفهمها. الثورة كيف ما نقولوا احنا ساعات في الكرة، لو تسايدار يوصل يربح يهز الشامبيونات، معناتها فريق عمرك ما كنت تتصور كونه عنده القوة هذيك وعنده الثقة هذيك وعنده العبقرية هذيك باش يوصل يهز الشامبيونات. ساعات تقع ما تقعش برشا، قليل وين تقع، وكي تقع في بلاد معناتها حاجة هامة جدا ثمينة جدا، وتبني بطريقة لعب جديد وتبني الفترة طويلة باش يكون الفريق هذاك مهيمن، وباش يكون الفريق هذاك قوي، وباش يكون الفريق هذاك صانع ألعاب جديدة وعنده طريقة أداء جديدة. هذا اللي وقع في تونس اليوم. إذا كان الفريق هذايا تخونوا قواعد اللعبة، إذا كان الفريق هذايا ما يلقاش القواعد الصحيحة اللي باش يلعب بها، ما هوش باش يوصل للنتيجة. كل شيء باش يوفي من غير ما نتحصلوا على الشامبيونات هذاك ولا على الكوب هذيك. فلازم القانون الجديد يتكتب باش اللعبة تكون نزيهة وما عادش فيها تلعيب. على هذاك يلزم الإنسان يقيد، وما يكفيش باش يقيد، يلزمه يقيد وينتخب زادا. ثم أحزاب متعدة برشا موجودين، ثم اليوم أكثر من 100 يقولوا في تونس، مش الكلهم باش يوصلوا يربحوا الكوب ولا الشامبيونات، ثم عدد قليل باش يدخل في اللعبة بالمجد، وثم اللي ما يوصلش حتى للكاتريام ديفيزيون، ماهوش ما عندوش القدرة باش يشارك حتى في الكاتريام ديفيزيون. فكل فريق في الكرة يساوي حزب في موجود في الساحة، وكل حزب فريق عنده عباد باش يجيو يقولوا احنا لي سوبورتير، كل واحد منهم باش يقيد روحه وباش يجي في الجرادان يعطي صوته باش يشجع فريقه. هذه هي العمليه. فانت تقيد باش صوتك يساهم في تشجيع فريقك، من بعد كي يحسبوا هما يلقاو انا هو الحزب اللي عنده اكثر اصوات واكثر عباد تشجع فيه باش يتحصل على قيمته الحقيقيه باش في التيران هذاك بتاع اللعب. الاختيار الحاكم او اختيار العباد الفئه اللي باش تحكم في بلاد ما تجيش بالقتل والضرب والمضروب، تجي بالاختيار الشعبي. قبل كانوا واحد يعمل عسكر فيه 5000 والاخر يعمل عسكر فيه 1000، اللي فيه 5000 يربح اللي فيه 1000، يلزم يتضاربوا بين بعضهم باش يعرفوا اللي 5000 يربحوا 1000. بعد قالوا علاش الشيء هذا، خلي نحسبوا رواحنا، احنا 5000 وانتم 1000، 5000 يحكموا ويقولوا راهو الألف موجودة زاد. هذه لعبة البوليتيك، ما هيش أصعب من هذا. على هذاك كل واحد منا يلزم يقيد روحه باش يشارك في اللعبة هذه. ديما نواصلوا في الميتافور بتاع الكرة. الكرة من عام لعام تتطور القوانين بتاعها، مش الكرة كيف ما تتلعب اليوم كيف ما كانت تتلعب 100 سنة التالي ولا وقت اللي تولدت الكرة. كل مرة نخلق قوانين جديدة، نزيدوا في القوانين باش نحسنوا في طريقة اللعب، باش الكوارجية ما يكسروش بعضهم، باش ما يصيرش لورجو على خاطر سرقة في اللعبة، فهمت؟ فما قوانين، يلزم شكون يعمل القوانين هذية. المجلس التأسيسي هو اللي يعمل قوانين اللعبة، باش يقول الفترة هذية لمدة 10، 20، 50، 60 سنة باش تصير اللعبة بالقوانين هذية. تنجمش تصير ماتش كورة من غير قوانين، ما ينجمش يصير. كيف ما تنجمش تصير لعبة سياسة من غير قوانين. فالمجلس التأسيسي هو اللي باش يعطي قوانين اللعبة الجديدة. تونس أنا نظن اللي توشد ثنية باش تهز الشامبيونات، إذا كان ما نعاونوهاش، وإذا كان ما نقفوش معها، وإذا كان كل واحد منا ما يقفش في الصف
ويؤدي بصوته ويعاونها بالتشجيع بتاعه ويعاونها بحضوره، ما هيش باش تكمل المشوار، باش تقف في شطر اثنين. إذا كان نحبوا الشامبيونان نهزوه، وإذا كان نحبوا نهزوا حتى الدوبلي بتاتر ونواصلوا باش نشاركوا في مباراة أكبر وأحسن، يلزمنا نواصلوا في الطريق هذا. تنجمش أنت تلعب من غير انترينمون، ما تنجمش، تنجمش تلعب من غير مشجعين، ما تنجمش. اللي ما يلعبش ما ينجمش يربح. فإذا كان أنت تحب تساهم في ربح الفريق بتاعك أو تساهم باش يكون الشامبيونات بتاعنا من أحسن الشامبيونات في العالم، وممكن يولي من أحسن الشامبيونات في العالم، يلزمك تدخل في اللعبة. خاطر ما دامك خارج اللعبة ما لا تنجم لا تربح، والخسارة أسيوريه.